بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة التربية الإسلامية سنة ثالثة متوسط راح ندير هذا التقويم ونبدأ بالأسئلة. أكمل قوله تعالى عبس وتولى كي النقاط ثم كلمة بررة، أكمل مكان النقاط. اشرح ما يلي: شرح المفردات، شرح مفردات عبس، تولى، وتصدى. وش معنى كلمة عبس؟ وش معنى كلمة تولى؟ وش معنى كلمة تصدى؟ بين تلاوة الآية في صحف مكرمة مع ذكر حكمها. ما الفرق بين الرسول وبين النبي؟ وش الفرق؟ وش معناتها كلمة الرسول؟ وش معناتها كلمة النبي؟ أنسب هذه الكتب إلى أصحابها: الصحف، الإنجيل، والتوراة. يعني كل حاجة على من أنزلت، الصحف على من أنزلت، الإنجيل على من أنزلت، والتوراة على من أنزلت. الوضعية التقويمية: أكتب فقرة لا تقل عن 10 أسطر تعدد فيها حقوق المسلم على أخيه المسلم مستشهدا ببعض النصوص الشرعية. نبدأ في الإجابة على الأسئلة. نبدأ: قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما بررة. شرح الكلمات: عبس قطب وجهه عند الغضب أي جمع حاجبيه، تولى معناتها أدبر أو أعرض عنه أي لم يلتفت إليه، تصدى تقبل عليه بوجهك وحديثك. بيان تلاوة الآية مع ذكر حكمها. هنا عندنا الكلمة تلاوتها حكمها. الكلمة هي صحف مكرمة، تلاوتها جلازقة أكل مع بعضها، صحف مكرمة حكمها إدغام بغنة. الفرق بين النبي والرسول: الرسول من أرسل إلى قوم كفار مكذبين وقد كلف بنشر شرع جديد، النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة نبي قبله ليعلمهم ويحكم بينهم. الكتب السماوية هي كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام. نسبة الكتب السماوية إلى أصحابها: الصحف أنزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام، الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى عليه السلام، التوراة أنزلت على موسى عليه السلام. الوضعية التقويمية: الأخوة نعمة من الله تعالى تخفف عن الإنسان متاعب الحياة ومشقتها، وتعتبر أخوة العقيدة أمتن وأقوى من أخوة النسب والقرابة والدم، وذلك لأن أخوة الدين والعقيدة مبنية على روابط شديدة القوة وثقة العرى، فالمؤمنون جميعا إخوة، والأخوة في العقيدة هي نعمة ومنحة من الله تبارك وتعالى يغدقها على عباده المؤمنين. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة تترتب عليها حقوق للمسلم على أخيه المسلم يمكن إجمالها فيما يأتي: الحب في الله وصفاء القلب من الحقد والغل والحسد والتورع عن سب أخيه وشتمه وغمزه ولمزه وغيبته، بالإضافة إلى إحسان الظن به ونصحه بأسلوب مناسب عند اللزوم، ونصرته ظالما أو مظلوما، وستره إن أخطأ ووقع في الزلل، هذا وعليه قبول عذره إن أخطأ في حقه ثم جاء معتذرا معترفا بخطئه وقضاء حوائجه على قدر الاستطاعة.
وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث تتحدث عن حق المسلم على أخيه المسلم بشكل مباشر، ومن هذه الأحاديث ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية خمسة تجب للمسلم على أخيه، أو خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العطاس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. الوضعية الثانية، السؤال الأول تحي، يقول لك: أكمل قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن نقاط إخوانا. أكمل الحديث، اشرح ما يلي: لا تحسسوا، لا تجسسوا، لا تدابروا. سؤالي بعده، أذكر ما يرشد إليه الحديث الشريف، يعني هذا إياكم والظن، إلى ما يرشد إليه الحديث. عرف الصوم لغة وشرعا، أذكر دليلا عن مشروعية الصيام من الكتاب والسنة. الوضعية التقويمية، أكتب فقرة لا تقل عن 10 أسطر تذكر فيها فضل شهر رمضان، موظفا بعض الأدلة من الكتاب والسنة. نبدأ في الإجابة على الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. الشرح تاع المفردات: لا تحسسوا، التحسس هو الاستماع لحديث الناس دون أن يشعروا. تجسس، التجسس هو تتبع عورات الناس وعيوبهم. لا تدابروا، التدابر هو الخصومة والهجران. ما يرشد إليه الحديث: لا أتخذ موقفا من أحد بناء على الإشاعات، سوء الظن يمزق روابط الأخوة، لا أحسد أخي المسلم على النعمة التي أنعم بها الله عليه، أشغل نفسي بما ينفعني. تعريف الصوم: الصوم لغة هو الامتناع، والصوم شرعا هو الإمساك. الصوم شرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب من الله، وهو نوعان: صوم فرض وصوم تطوع. الفرض هو كما تاع رمضان، وصوم تطوع كما الأيام البيض، والصيام يعني كما نقولوا احنا التطوع برك. دليل مشروعية الصيام أو دليل مشروعية الصوم، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. البقرة 581. الوضعية التقويمية: يستقبل المسلمون شهر رمضان من كل عام بمشاعر جياشة يغمرها الفرح والسرور والبهجة، وذلك لاشتماله على واحدة من أهم العبادات التي فرضها الله عليهم، ألا وهي الصيام، حيث يسعى الكثير منهم إلى صيام هذا الشهر الكريم إيماناً واحتساباً لله تعالى، طلباً لرضاه ومغفرته، وطمعاً في جنته. ولا يقتصر فضل شهر رمضان المبارك على الصيام، بل ويشتمل على عدد كبير من الفضائل التي تميزه عن غيره من شهور السنة الهجرية. أولها أنه نزل فيه القرآن الكريم، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما يمتاز شهر رمضان عن باقي الأشهر بفتح أبواب الجنة خلاله وإغلاق أبواب النار، كما تصفد الشياطين وتحبس عن الإنس، فلا يتمكنون من إذلال المسلمين في شهر رمضان كما كانوا يفعلون في باقي الأشهر.
وفيه يعتق الناس من النار، وفي شهر رمضان تفتح أبواب التوبة، وذلك من خلال الإكثار من الاستغفار والدعاء وتجنب السيئات والكبائر والإقبال على عمل الخير. كما يشتمل شهر رمضان الكريم على ليلة القدر، وهي من أعظم الليالي، حيث يقول المولى عز وجل مبينا فضلها: ليلة القدر خير من ألف شهر، ومن قام هذه الليلة داعيا الله وطالبا لمغفرته استجاب الله لدعائه وغفر له. وفي شهر رمضان يضاعف أجر وثواب العبادات، فأجر العمرة في رمضان يساوي أجر الحج، وذلك لما يتحمله المسلم من مشقة وصعاب خلال تأديته لفرائض الله تعالى وهو صائم. كما أن الطاعات وأعمال الخير في ليلة القدر تساوي أعمال ألف شهر، وقيام الليل في رمضان والتهجد فيه يمحي ما سلف من ذنوب المسلم. وهذا هو التقويم تاع نهار اليوم. نقول اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، والحمد لله رب العالمين.